الكرة وحمرة وبيضة في الفرص اعتمادا على توغلات الشماخي من اليسار وأيوب التليلي من اليمين. أخطر كرة للسياع جت في دقيقة 20، باسيرو يفك الكرة لبنترشة وتسديدة إكرازي يرجع محمد برطرشة ويخرجها على الخط. أول فرصة للاتحاد كانت بعد نص ساعة لعب، توزيع من الوسط من مضل القاسمي، عمر زكري يوزع قدام الجول وميلو دو سانتوس ما يستغلش الفرصة. آخر فرصة في الشوط الأول كانت باللون الأبيض والأحمر ومطالبة بضربة جزاء من أيوب التليلي بعد تدخل من غازي عبد الرزاق. الدوزيام ميتون كل شيء تبدل وبن قردين كان أقرب ثلاثة نقاط من أولاد باب جديد. 7 دقائق لعب، ريكاردينو يستغل هفوة الجزيرة على توزيعة بنترشة وكورتو تخرج قريبة ياسر من القائم. 8 دقائق من بعد الأكسيال الجزائري بتاع بن قردين الخليلي يحط كرة بالراس أما بعيد على مرمى الدخيلي. في دقيقة 75 بن قردين يعدل كفة المطالبة بضربة الجزاء بعد تدخل وسام بن يحيى على غازي عبد الرزاق في منطقة الجزاء. بعدها بثلاث دقائق عطف التخيلي يفسخ قدام خالد يحيى أخطر فرصة في اللقاء ويحافظ على كلين شيت للماتش السادس على التوالي. وأكثر من هكا التخيلي مقبل كان هدف في آخر 10 مباريات. هجوميا سياف الشوط الثاني اعتمد على التسديدات البعيدة أما للشماخي للمنوبي حداد وللوارد الجديد الخفيفي نجموا يكادريوا الكرة ويصعبوا على بيلال السويسي. الكلوب في ماتش البارح كمل سلسلته الإيجابية ورجع بأخف الأضرار من ملعب حي الطيران الصعيب برشا، وهذا رغم النقص